أهلا بحضراتكم. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وزير المالية أحمد كوجاكا، وذلك لمتابعة الجهود المبذولة لخفض الدين العام والحفاظ على مساره النزولي في ضوء ما تتبناه الحكومة في هذا الصدد. وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أنه يولي أهمية في خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة بدأت بالفعل في النزول بقيم الدين الخارجي خلال الأشهر الماضية، وتعتزم الاستمرار والمحافظة على هذا النهج على المدين المتوسط والطويل، مع التأكيد على أن ذلك تحقق في ظل التزام الدولة بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المحددة. وشهد الاجتماع التأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتحقيق الانضباط المالي، ما يسهم في تحريك دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مساره النزولي المخطط له.